السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بكيفة. ما رجعتكم اليوم بمقطع جديد. مقطع عبارة عن يوم كامل بلون واحد. طبعا جماعة الخير راح تطلع لكم هنا. سويت تصويت انا بالمنتدى انه وش رايكم. طبعا قلت لهم انه المقطع الجاي راح يكون يوم كامل بلون واحد. قلت لهم اختاروا لون، في ازرق وازرق وبنفسجي واحمر واصفر. فالاعلى تصويت اللي هو الاصفر. فمثل ما انتم شايفين لابس بلوفر اصفر. فجماعه الخير هو تقريبا برتقالي زي كذا، فانتم عاد مشوا عاد. فجماعه الخير الشيء مسموح لي اني اشربه مو بلونه اصفر اللي هو الماء، لانه يعني شيء اساسي صراحه، فهو مو بلونه اصفر، فهو الوحيد المسموح. فقبل ما نبدا المقطع صلوا على النبي اللهم صل على محمد، وايضا لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ما بقى لنا شيء على 1000 مشترك. جماعه الخير قربنا مره 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 الحمد لله. فتكفون نبي نحقق هذا الهدف. بس ما بطالكم مقطع، خلونا نبدا مقطعنا اليوم. وما شاء الله مع الاجواء الزينه هذه، ما شاء الله تبارك الله. خير ان شاء الله انها زينه هذه الزاويه، هي مايله شوي بس اعذرونا عاد. فنتوقع ان كذا زينه يعني سامي. طيب يا جماعه الخير نحرك الحين نروح الى اقرب مقصف. نروح لاقرب مقصف، بمسك زي كذا. بروح لاقرب مقصف. فيا جماعه الخير نروح نفطر. ففي فطور لونه اصفر، في صمولي تقريبا لونه اصفر تقريبا، واخذ لي دجاج. الدجاج قريب من اللون الاصفر، بوريكم انا لونه اللي انا اقصده. فنشوف وش نفطر. يا جماعة الخير وصلنا. في شيء لون اصفر كذا، اي شيء اصفر. هذا أصفر. أنا تحدي اليوم كله أصفر. هذا بيت أصفر، دجاج أصفر، هذا كله أصفر. إيه دجاج أصفر. هذا دجاج أصفر. يبغى واحد دجاج. أوكي. يبغى واحد دجاج. واحد دجاج مع موية. أوكي. جيب موية. طبعا الماي مثل ما قلت لكم عادي مسموح. انت جبن ولا ما لا جبن؟ طبعا الثلاجة صفراء، راح ناخذه باذن الله. خذنا الطلب يا جماعه مع الاجواء الزينه هذه ما شاء الله. طبعا يا جماعه الخير نرجع زاويتنا هذه، فبما انه مو ماشيين ما راح يطيب. المهم والله اني عطشان. اعلان لا ما طالع منه. ايوه اعلان، تبون اطلع ادفعوا. لا عندنا اللي هو سندوتش الدجاج. طبعا خلونا نفتحه. طبعا صمولي تقريبا لونه اصفر مثل ما انتم شايفين، فخلونا نقول بسم الله. شوفوا اي صح، جت ببالي لو انه المشروب بدال الماء حمضيات، ولا مو باصفر هو ما ادري، ولا ايس تي. بس ايس تي الصبح ما علي بطنك ما يدري، هو صبح هو ليل هو فجر. بس اذا جاك مغص حرقان تدري وش. اخلص فطور وارجع لكم.
بما قريب لبيتنا نروح للأرابيك ستار نسأله ونشوف نقول له وصح ذا إعلان بعد يلا يلا مجانا مجانا يا أرابيك مجانا نروح لهم نروح له نقول له أبي أي شيء لونه أصفر فإن شاء الله يعطينا شيء لونه أصفر ونشوف نشوف وش الشيء لونه أصفر مع إني ما أتوقع بس نشوف وصلنا أرابيك يا جماعة الخير بغينا ندخل بالرصيف السلام عليكم في أي شيء لونه أصفر ايش؟ كم سعره؟ 18 في صغير في كذا في شيء غيره لون اصفر لا لا يبغى اصفر خلاص جيب ايه لا بس 18 ريال لعيونكم 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 بس طفرنا يا شباب جماعة الخير قلت له ما دمت إذا سمعتوها أو لا يقول إنه به مهيتو فرس برايز مدروشة حين بيجيبه وندوق ونشوف شلون طعمه دقيقة شكرا شبكة اوكي شكرا طبعا يا جماعه الخير هذا هو شكله مثل ما انتم شايفين طبعا لونها اصفر فصراحه شكله مره مره رهيب ما شاء الله فمتحمس والله اجربه يا جماعه الخير وقفنا مكان جربوا نقول بسم الله يوه والله ما ادري شو اسمه الطلب ذا قال ما هي تو فرس برايز مدروشه والله مع مكاني ذا يبي له صوره دقيقه ايش رايكم بالصور اضبطكم والله العظيم رهيب 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 ومنعش نوم ذا المهيتو رهيب 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 مرة والله رهيب طيب جماعة الخير مع الأجواء الزينة يا ما شاء الله أجواء ممطرة طبعا يا جماعة الخير تونا مفطرين مثل ما انتم شايفين هذه الساعة توجهين بإذن الله إلى الكلية فيا جماعة الخير الأجواء جميلة جدا 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 اللهم لك الحمد أمطار واللهم لك الحمد الحمد لله يا جماعة الخير بروح الحين للكلية إن شاء الله أطلع يمكن 9:30 زي كذا لأنه عندي اختبار أنا يبدأ اختبار 8 ونخلص منه 9:30 فإذا خلصت من الاختبار أرجع لكم إن شاء الله يمكن 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 أصور لكم شيء مثلا بالكلية ولا شيء عاد ما أدري أشوف هناك يا أرجع لكم بالجامعة أو أرجع لكم بعد الاختبار طبعا يا جماعة الخير تو مخلصين من الكلية طبعا انتم شايفين بدال لبس الجامعة لونه ابيض فلونكم لاحظتوا انه يعني لون ابيض شلون انت يوم كامل لون اصفر وورك لبست لون ابيض لان لبس الجامعة يعني ما اقدر اغيره فلونه ابيض فسامحون على عشان هذي المهم يا جماعة الخير الحين راح نتغدى طبعا الحين انا جاي عند ماك عند ملابق ماك مثل ما انتم شايفين ف خلونا نروح نطلب ونقول له أبي أي شيء لونه أصفر ما جاب بالي إلا بطاطس لونه أصفر فخلونا نشوف طبعا يا جماعة الخير جينا معك فرح نطلب أقول له أي شيء أصفر السلام عليكم الله يحييك أبي أي شيء لونه أصفر مثلا عدد لي اشياء لونها اصفر
عندنا يعني. ايه ايه عندكم اكلات ولا اكيد؟ ايه ايه. لا مثلا زي البطاطس مثلا بس راح تصفر لك البطاطس. ايه مثلا في صوصات لونها اصفر او شاي؟ الصوص هتأكد لك. تمام خلاص ابي بطاطس واي اي صوص لونه اصفر. تمام شيل بس البطاطس حجم كبير. وسط. في ثاني؟ في مشروب. مشروب لونه اصفر. ايه عصير برتقال. ما في حمضيات؟ لا تمام يعطيك العافية. طبعا على قولته 1-0 لي. جبت بطاطس و شو اسمه هذا اللي دقيقه هلابك. ايه ايه سام اي شيء لون اصفر. تسلم الله يعافيك. طبعا طلبنا مثل ما انتم سمعتوا شو اسمه بطاطس واي صوص لونه اصفر. عاد والله الغداء ذا بس. ما عليكم ان شاء الله اهم شيء انه لونه اصفر. طبعا جات الفاتوره البطاطس ب9 ريال وسط وعطان صلصه الباربيكيو. الباربيكيو لونه اصفر ما ادري والله. صلصه باربيكيو بريالين. باربيكيو خابر انه لونه اصفر اسود بس ما ادري والله. عاد انا ما احب الباربيكيو لكن نذوقه ونشوف. اوه لونه اصفر كفو والله. تمام يعطيك العافيه. اخذنا الطلب يا جماعه الخير. ورانا الصوص لونه اصفر والله فممكن نحطه معه شاي. لا لا ما ادري والله الباربيكيو خابره اسود او بني غامق زي كذا. ف خلونا نشوف الحين وراح اوريكم لون الصوص. الحين جماعه الخير هذا هو الطلب راح اوريكم الحين. هذا بطاطس لونه اصفر طبعا ما عليكم الا الاحمر علينا باللي ناكله. حلو والصوص شوف لونه اصفر والله اني ما توقعت الصد لكن بنذوقه ونشوف كيف طعمه. عندنا هنا كاتشب بس لونه احمر. ها ممنوع كل شيء اصفر كل شيء. الكاتشب والله اني احبه لكن لونه اصفر ما راح اكله. فيا جماعة الخير هذا هو البطاطس بسم الله. نجرب مع الصوص. والله ما مو بريحته باربيكيو مثل ما انتم شايفين بسم الله. والله حلو في لذعة حرارة بعد. واليوم بعد سوينا اعلان ثاني من ماك يلا ببلاش. اليوم اعلانات اليوم. والله رهيب والله الصوص. الصوص اسمه صلصة الباربيكيو وشلون صار لونه كذا ما ادري والله. انا اقولكم خابر لون الباربيكيو طبعا للي ما فهم خابر يعني عارف ان لونه كذا لونه بني او بني غامق اسود مو باصفر بس والله ما ادري ممكن نوع ثاني ما ادري شلون نوع ثاني بس ممكن والله ما ادري. خلصنا من الغداء وكل شيء ممكن ارجع لكم بالغداء بالعشاء او اخذ لي اي شيء قبل العشاء وما ادري ما ادري نشوف. المهم اني خلص الغداء وارجع وارجع لكم. طبعا يا جماعه خير جينا لكم بوجبه العشاء. طبعا اخر وجبه باليوم طبعا راح اتعشى اندومي هذه لونها اصفر وحتى يوم زينته طلع تقريبا لون اصفر. فخلونا نقول بسم الله ونجرب. طبعا حتى ذا العواد لون اصفر بعد جرب. اول مره ذوقها ترى والله حلوه
اي صح، حتى المشروب اصفر تقريبا برتقالي، بس انتم مشوا ما لقيت مشروب اصفر، ما بلا ليمون بس ما ادري ما لقيته حتى. حلو هذا بعد برتقال غازي. والله حلو ما توقعته كذا. صراحة وجبة هالعشاء رهيبة. كذا يا جماعة الخير خلصنا مقطعنا لليوم، ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. اذا تبغون مثل زي كذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات مثلا نفس الفكرة من لون ثاني او من نفس تقريبا نفس الفكرة او زي كذا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. بس يا جماعة الخير هذا كان مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. قبل ما ننهي المقطع، اللي عجبه المقطع لايك، وايضا لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ما لقينا شيء على 1000 مشترك يا جماعة الخير. وايضا لا تنسون الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد. هذا كان مقطع اليوم، اشوفكم في المقطع، اشوفكم في المقاطع الجاية، السلام عليكم.